معناها انك خدت العلاج وضبط عندك الكوليسترول تروح توقف العلاج. وبالمناسبه هذه من الاخطاء الشائعه حتى عند الاطباء الاطباء غير متخصصين لما يقول والله خلاص نضبط عندك الكوليسترول وقف العلاج، هذا مو صحيح. المفترض انه يستمر طول حياته، يستمر من الادويه اللي تستمر عليها طول حياتك وترجع لمراجعه الطبيب في كل عياده يشوف الاعراض الجانبيه من الدواء والمنفعه. طيب تو تقول زواج الأقارب قد يكون من أسباب انتشار الكوليسترول الوراثي. نعم صحيح. طيب هل هو مدرج من ضمن الفحوصات قبل الزواج حاليا؟ للأسف لا، ما يعني هو من الأشياء اللي غير مدرجة من الفحوصات اللي قبل الزواج، والمفترض أنه يدرج ترى ذلك. والمفترض أنا رأيي يعني لو رجعت لي أنا المفروض أنه حتى أول ما يولد الطفل يؤخذ له تحليل للكوليسترول، لو يعني ممكن ننقذ حالات كثير من الناس. ما طلبتم بذلك يا دكتور هو طبعا الآن أنت لازم يكون عندك ريجستري أو عندك قائمة بيانات بحيث أنك تحصي كم عددهم هذولي عشان ترفع أنت المشكلة لصاحب القرار يتخذ القرار. ما عندنا إحصائيات دقيقة عن نسبة المصابين بالكوليسترول الوراثي على وجه التحديد. إلى الآن عندنا توينا يعني ما عندنا ريجستري في السعودية الأمانة. مثلا يعني الدول بعض الدول الخليجيه بدت في ريجستري او بدت في يسموه السجل الوطني للامراض. فبدينا احنا حتى يعني احنا بدينا في السجلات في اشياء كثيره من ضمنها السكري والكوليسترول، ان شاء الله يكون من ضمن الاشياء اللي تكون يعني بدايه. تطالب يا دكتور من هالمنبر انه يكون في سجل فحص الكوليسترول. صحيح. من ضمن الامراض المزمنه وكذلك مع فحوصات الزواج قبل. صحيح. الزواج في نقطة أنا ودي يعني أوجهها اليوم للمشاهد وهي تهم الناس عادة. كثير من الناس يقول يا دكتور أنا أخذت علاج الكوليسترول وصار عندي آلام في العضلات وآلام في المفاصل وأتعبني ويمكن حتى أثر على يعني على بعض الأشياء العائلية وكذا. صحيح. وش أسوي؟ طيب أنا جربت الدواء ولا نفع معي. طبعا أحيانا لما تروح لطبيب متخصص قد ينقص لك الجرعة أو قد يغير لك العلاج، يعني من علاج إلى علاج آخر قد تخف الأعراض. من ضمن الأشياء اللي ممكن برضو يعني لو قال واحد والله أنا جربت أجهزة الكوليسترول كلها ولا نفعت معي يا أخي، صحيح أنا عارف أضرارها وعارف مشاكلها بس ما عاد أقدر، يعني جربت العلاج ذا وجربت العلاج الثاني ونقصت الجرعة ولا استفدت، إما ما استفدت إنه ما وصل الحد الطبيعي أو إني ما استفدت يعني الأعراض الجانبية ما زالت عندي. الآن مع تقدم الطب وتقدم الأدوية طلعت في أدوية عن طريق الحقن تضرب كل مرة كل أسبوعين أو مرة كل شهر بحيث أن الأعراض الجانبية تكون أقل، يكون فيها سهولة في الاستخدام. لأن بعض الناس يقول يا أخي أنا جيت أنام أنسى أخذ العلاج. صحيح. والله يعني ممكن يكون علاج جنبي أو كذا وأنسى أني أخذه. الآن الأدوية صارت متوفرة وصارت كثيرة، أنت ستجه للطبيب يوجهك ويعطيك العلاج المناسب، مو بأنك خدت العلاج مرة وصار لك من مضاعفات قلت خلاص ماني ماخذ أي علاج. طيب دكتور الحالات المستعصية يعني يمشي معها موضوع الحبوب ولا لا؟ يعني في أحيان يحتاجون إلى الحالات اللي تكلمنا عنهم اللي تقول أنت الكوليسترول الوراثي نعطيهم الحبوب ونعطيهم الإبر كلها لين نحاول أن نضبط ذا. في الحالات المتقدمة يمكن أنتم تكلمتوا عنها سابقا. صحيح. يصل للغسيل يعني يبدأ المريض يغسل. في معاناة كبيرة عند اللي قاعدين يسوون. صحيح. معاناة كبيرة جدا ويعني لا من حيث قلة المراكز. صحيح. المختصة. صحيح. ولا من حيث كذلك يمكن يعني بعضهم أحيانا ما يروح لأن ما في مواعيد وفي زحام. لا هو طبعا برضو من ضمن الأشياء المهمة أنك لازم تجي لهالمركز كل أسبوعين تغسل، قد تكون مثلا في أقصى الشمال أو أقصى الجنوب ففي صعوبة في عملية أنك تصل للمركز كل أسبوعين تجي وتعطل أعمالك وتغسل، وقد يكون أكثر من شخص في العائلة يعني يغسل وكذا. أنا يعني نقطة لو طلعنا منها اليوم في البرنامج وهي مهمة جدا للناس، يعني يعني الكوليسترول عدم ضبطه وانت يعني وارتفاعه في الدم قد يؤدي إلى الوفاة المفاجئة، ونسمع كثير من الناس وكثير من العوائل شخص توفى في 30 في 40 في 50 وش السبب؟ قال والله ما ندري كان نايم جيني صحيح مات. أغلبها أزمات قلبية وبسبب ارتفاع الكوليسترول العالي.